بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، انتهينا في الدرس الماضي من قصة سيدنا سليمان مع الملكة بلقيس، واليوم ننتقل إلى قصة أخرى، إلى قصة قوم ثمود مع نبيهم وأخيهم سيدنا صالح. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. إرسال الله الأنبياء إلى الأمم حق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لحرصه على هداية الخلق لا بد من أن يرسل إليهم من يبين لهم. وإذا انقطعت رسالات الله عز وجل بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعهد لهذه الأمة أن يبعث إليها من يجدد لها دينها. يعني هذا دور العلماء الذين ينطقون بالحق نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإرسال مستمر، وربنا سبحانه وتعالى له أساليبه في تبليغ الناس الحق. أحيانا يضيق عليهم، يعني كلكم يرى أن الضيق الذي يقدره الله عز وجل لأمة ما إنما هو في سبيل إيقاظها. التقنين الذي يقدره الله لأمة ما إنما هو في سبيل تذكيرها. الإنسان حينما يقنن تقنين عجز وتقنين ضعف، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يقنن تقنين تأديب وتذكير. فالمصائب تذكر، والضيق يذكر، وأقوال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه تذكر، وكتاب الله الذي بين أيدينا يذكر، وبعض الحوادث تذكر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يا أيها الإخوة الأكارم، يعني لن تترك سودة. أنا أردت من كلمة ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، يعني أنت أيها العبد لن تترك سودة، لن يدعك الله من معالجته، فإما أن تأتيه طائعا، وإما أن تأتيه على أثر مشكلة أو تضييق أو مصيبة أو زجر وما إلى ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليسعدهم، ولن يسعدوا إلا بمعرفته والاستقامة على أمره. لذلك لا بد من أن تأتيه طائعا، وإن لم تفعل فهو قادر على أن يسوقك إليه سوقا. فهذا كلام دقيق. يعني أنت جئت إلى هذا المسجد وسمعت هذا الدرس، أنت الآن أصبحت مسؤولا عن كل شيء سمعته، وهذا الذي لم يأتي سيسأل وسيحاسب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكذا بلا تذكير، بلا شرع، بلا منهج، بلا كتاب، بلا حساب، بلا عقاب؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ذلك ظن الذين كفروا. يعني من كلمة ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، يعني قوم ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم. لن يدع الله قوما ولا أمة ولا فردا ولا مخلوقا من دون أن يدله عليه. وفي الدعاء الشريف دلنا بك عليك. إذن ماذا نستنبط من هذه القصة؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا، أنت أيها المؤمن هكذا تستمع إلى كتاب الله صباح مساء، تحضر خطب الجمعة، تحضر مجالس العلم، قد يأتي من يذكرك، قد يأتي من يلفت نظرك، قد يأتي من يحذرك، قد يأتي من يبشرك، يجب أن تستجيب. دققوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه وتعالى يدعوك كي تكون حيا. قد تقول: من أنا ميت؟ ربنا سبحانه وتعالى يصف الكفار بأنهم ميتون، قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وما أنت بمسمع من في القبور. الإنسان حينما يهتم بدنياه فقط ويعرض عن آخرته ولا يفكر فيها، إنه في حكم الميت، في حكم الميت. إذن الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه الكريم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. العلماء فسروا النذير بأنه القرآن، وفسروه بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفسروه بأنه سن الأربعين، وفسروه بأنه الشيب: عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وضعفت قوتك فاستحي مني فأنا أستحي منك. وفسر العلماء النذير بالمصائب، إنذار. وفسر العلماء النذير بموت الأقارب. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا، خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليعرفنا بذاته. اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذن لا بد من معرفة الله عز وجل، أصل الدين معرفة الله. يعني أتمنى عليكم أن تقفوا معي على هذه الفكرة. يعني قد يقول أحدكم: أنا طبيب، أنا مهندس، أنا تاجر، يعني العلم جميل لطيف لكن ليس هذا اختصاصي. من قال لك ذلك؟ هذا العلم الديني يشبه التنفس، وجودك متوقف عليه، وجودك متوقف عليه، سلامتك متوقفة عليها، سعادتك متوقفة عليها، كمال وجودك متوقف عليه، استمرار وجودك متوقف عليه. وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك متوقف على تطبيق منهج الله عز وجل. فطلب العلم الشرعي فرض عين، فرض عين. لا بد من أن تعرف الله عز وجل، وإلا لا بد من أن تقع في متاهات كبيرة. يعني سيارة منطلقة بسرعة، وسرعتها تعني هذه الشهوات التي أودعها الله في الإنسان، إنها تدفعك نحو إروائها، نحو الطعام والشراب، نحو تحقيق الملذات. هذه الشهوات التي أودعها الله في الإنسان كأنها قوة محركة. هذه السيارة التي تنطلق بسرعة فائقة، احتمال أن تتدهور من دون ضوء كاشف، وهي تمشي في الليل في ظلام دامس وفي طرقات ملتوية، احتمال تدهورها كم بالمئة؟
الجواب 100%. فأن تكون للسيارة مصابيح كشافة، هذه المصابيح ليست للزينة، لا يمكن الاستغناء عنها، ليست شيئا يمكن الاستغناء عنها، لا، إنها من ضروريات السيارة. وهذا العلم الذي تتعلمه من ضروريات وجودك، من ضرورات سلامة وجودك، من ضرورات كمال وجودك، من ضرورات استمرار وجودك. إذن الله سبحانه وتعالى لن يدع الناس سدى، لا جماعات ولا أفراد، لا بد من أن يذكرك. قد يذكرك بنصيحة، وقد يذكرك بضيق، وقد يذكرك بمصيبة، وقد يذكرك بطريقة أو بأخرى. أما الموفق والسعيد من يتذكر بالطريقة السليمة. هذا الكتاب كتاب الله، ولقد يسره الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فلا بد من أن تتذكر، وإلا ألعظني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: أريد أخف من ذلك. قال: إذن فاستعد للبلاء. ولو ذهبت تتأمل طريقة معاملة الله لعباده تجد أن الهدف الأكبر هو أن يعرفوه وأن يستقيموا على أمره وأن يتقربوا إليه، فإن فعلوا كان بها، وإلا كانت الإجراءات الأخرى، كانت الأساليب الأخرى. فلهذا يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. لماذا أرسل الله عز وجل صالحا إلى ثمود؟ قال: أن اعبدوا الله، يعني أنت عبد لله، أنت لا تملك شيئا، أنت مملوك ولست مالك. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. ما دمت مملوكا فيجب أن تعرف الذي يملكك ماذا يريد. إذا دخلت إلى دائرة وعينت فيها موظفا، أول سؤال تسأله: المدير ماذا يحب؟ ماذا يكره؟ كيف أستميله؟ كيف أسترضيه؟ كيف أتفادى أن أغضبه؟ هذا شيء مهم جدا. إذا كنت عبدا في قبضة الله عز وجل ولا تملك من الأمر من شيء، فينبغي أن تعلم ماذا يرضي الله عز وجل. لو كنت حرا فافعل ما تشاء، أما إذا كنت عبدا ما هكذا تصنع العبيد. سؤال دقيق: من أنت؟ هل أنت حر أو عبد؟ هل أنت مالك أو مملوك؟ هل أنت قادر أو مقدور عليك؟ هذا ينبغي أن تعلمه علما أكيدا. فلذلك أن اعبدوا الله. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان جعل له منهجا، هذا المنهج الإلهي يتوافق ويتطابق تطابقا تاما 100% مع العقل البشري. ما من توجيه إلهي يقول العقل له لا أبدا، ما من شيء يأتي به القرآن إلا والعقل يوافقه أتم موافقة. هذه ناحية. وهذا المنهج الإلهي أيضا يتطابق مع الفطرة. قلت لكم مرة، يعني كلمة قرأتها في صحيفة لا أحد ينتبه إليها، قد تبدو تافهة، ولكنني استنبطت منها مغزى عميقا. سألوا امرأة تعمل في الفن وهي في أوج نجاحها، في أوج تألقها، سألوها: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت: شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. هذه المرأة لا تعرف ما الإسلام، لا تعرف ما القرآن، لا تعرف العربية، عاشت في بيئة مادية، لكن فطرتها سليمة، ويبدو أنها صادقة مع نفسها، قالت هذا الكلام، هذا هو الإسلام. حينما تخالف المرأة أمر ربها تخرج عن فطرتها، فكأن الدين هو الفطرة. أنت لا ترتاح. هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل
شيء غريب. هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى المنجمين أحيانا. لماذا؟ شاعر أنه في قوى خفية بيدها مصيره، يا ترى كيف يموت، متى يموت، هل يوفق هل لا يوفق، هل يأتيه مرض في وقت مبكر، هل ينجو من هذا المرض. تلاقي شخص كبير له شهادات عليا وله أفق واسع وله مؤلفات ويحتل أعلى المناصب، يقف أمام باب المنجمة في بعض بلاد الغرب ليستطلع المستقبل. هو يؤكد فطرته، الإنسان لا يرتاح إلا إذا اطمأن إلى قوة غيبية بيدها كل شيء. فالمسلم عرف أن هذه القوة الغيبية هو الله عز وجل. أما غير المسلم يظن أن المنجم يعرف، وأن فلان يعرف، وأن علان يعرف، وأن الكاهن يعرف، وأن الساحر يعرف. يعني إذا أردت أن تسعد في الدنيا والآخرة لا بد من أن تتبع منهج الله عز وجل. هذا المنهج يتطابق أتم المطابقة مع العقل، لأن هذا كلامه وهذا منهجه، والعقل الذي أودعه الله فيك من خلقه، والخالق واحد، منزل هذا الكتاب خالق هذا العقل. إذن لا يمكن أن يقول الله لك شيئا ويقول العقل بخلافه، مستحيل. لا يمكن أن يقول الله شيئا وتقول الفطرة شيئا خلاف هذا القول. من بأي مجتمع، بأي زمن، بأي عصر، بأي مصر، بأي ظروف، بأي بيئة، أيكون العدوان على زوجة صديقك عملا مقبولا؟ لا. الزنا محرم. أيكون توليد المال من المال، الربا يعني، شيئا مقبولا؟ لا. هذا الذي ينمي المال عن طريق المال من دون أن يقدم شيئا للمجتمع، من دون أن يعمل، حينما ينمو المال لا عن طريق العمل ولكن عن طريق المال نفسه، هذا هو الربا في عينه. هذا ماذا يعمل؟ هذا يجعل هذه الكتلة النقدية الكبيرة تكون في أيد قليلة. نهاية هذا الوضع أن أناسا قليلين يملكون كل شيء ويأكلون ما يشتهون، وأناس كثيرون جدا لا يملكون شيئا. هذا الخلل في المجتمع سببه الربا، ما دام هناك طريق لكسب المال من دون جهد، من دون بذل عمل، إذن هناك مخالفة للشرع. فنظام الله عز وجل يعني لأنه من عند الخالق، من عند الصانع، من عند العليم الخبير، من عند الخلاق العليم، من عند خالق السماوات والأرض، من عند خالق الإنسان، من عند الذي صور الإنسان، الذي خلق بنية الإنسان، يعلم كل شيء. إذن يعني أنت إذا عندك آلة غالية جدا ومعها تعليمات، أتذهب إلى جارك الذي يعمل في عمل يدوي ولم يقرأ شيئا، والجهاز معقد جدا، جهاز إلكتروني يحتاج إلى خبراء، إلى مهندسين، أصابه عطب، تذهب إلى هذا الإنسان الجاهل كي يعطيك التوجيهات في استعماله، أم تذهب إلى صاحب المعمل أو إلى مهندس الشركة أو إلى كتيبه الدقيق؟ هكذا أنت الإنسان إنسان معقد جدا، يعني في شهوات، في ميول، في نوازع، في له فكر، له نفس، في جانب اجتماعي، جانب نفسي، جانب عقلاني، في ظروف صعبة، في بيئات معقدة. فكيف ينجو، كيف يسعد، كيف يرقى، كيف يحقق أهدافه في الدنيا والآخرة؟ لا بد من تطبيق منهج الله عز وجل. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله. لو لاحظت، القرآن كله، قصص الأنبياء كلها، الرسالات السماوية كلها تدعو إلى شيء واحد، أن يعبدوا الله. يعني هذا المخلوق معه منهج، هل طبقت هذا المنهج؟ في هذا المنهج عقيدة، يقول لك الله من أنت؟ أين كنت؟ إلى أين المصير؟ ماذا ينبغي أن تعمل؟ افعل ولا تفعل. في هذا المنهج
طرائق صحيحة لمعاملة الناس، هذه المعاملات في هذا المنهج وسائل فعالة للاتصال بالله عز وجل، في جانب عقيدي، في جانب عقائد، في عبادات، في معاملات. فيعني ما في عمل أهم ولا في عمل أعظم ولا في عمل أخطر من أن تعكف على هذا المنهج لتدرسه. إذا حضرت مجلس علم يفسر فيه كلام الله تفعل ماذا أنت؟ أنت مخلوق، جاء الله بك إلى الدنيا كي تحقق رسالة، وفي مجيئك للمسجد وسماعك تفسير كلام الله عز وجل هو مرحلة أولى في تطبيق هذه الرسالة. كيف تطبق هذا المنهج وأنت لا تعرف صاحب المنهج؟ كيف تطبق هذا المنهج وأنت لا تدري ما المنهج؟ المنهج كتاب الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الناس رجلان، يعني لو قسمت الناس 100 قسم هذه الأقسام 100 لا تزيد عن أنها في فئتين فقط، فئة مؤمنة وفئة كافرة. الفئة المؤمنة تسير على منهج الله، يشعر المؤمن أنه عبد لله وأن الله على كل شيء قدير وأن هذا الكتاب كتابه. الكافر يكذب ويعرض وتحركه شهواته، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي، كريم على الله، وفاجر شقي، هين على الله. بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. وإذا رأيت ما يصيب الناس من هم أو حزن، ما يصيبهم من قحط، من حباس الأمطار، هذا كله علاج من الله عز وجل. وقد يفسر هذا بكلمتين: هان الله عليهم فهانوا على الله. هان الله عليهم، ترى الناس لا يبالون أطاعوا ربهم أم عصوه، لا تدقق بالله، أكان كسبهم حلالا أو حراما، أكان هذا الاختلاط يرضي الله أو لا يرضي الله، لا يفكر، يعني يهمه تحقيق رغباته. ما دام الله قد هان عليه إذن هو هان على الله، لا بد من أن يعالج. فإذا هم فريقان يختصمون، وملة الكفر واحدة، الكافر هو الكافر من عهد سيدنا آدم وإلى يوم القيامة، أقواله، أفعاله، أفكاره، قيمه، نزواته، طريقته في الحديث، طريقته في المزاح، طريقته في علاقته مع الناس مبنية على المنفعة والمصلحة والأثرة وحب الذات وإنكار القيم، ويريدها عوجا، يبغونها عوجا، والصد عن سبيل الله، أبدا، ملة الكفر واحدة. والمؤمنون منذ سيدنا آدم وحتى قيام الساعة لهم طريقة واحدة: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. المؤمن هو المؤمن والكافر هو الكافر. المؤمن في حركاته اليومية، في كسبه للمال، في إنفاقه للمال، في علاقاته الاجتماعية، في علاقاته بالله عز وجل، المؤمن هو المؤمن في كل زمان ومكان، والكافر هو الكافر. أقوال أهل الكفر واحدة، أقوال أهل الإيمان واحدة. لذلك فإذا هم فريقان يختصمون، يعني ينبغي أن توطن نفسك أن الذي لا يعرف الله لا بد من أن يخاصمك، لا بد من أن يسفه أفكارك، لا بد من أن يبحث عن عيوبك. وكذلك المؤمن إذا عرف الله عز وجل اطمأنت نفسه، والحمد لله رب العالمين.